بفقرتنا التالية مشاهدينا رح نكون عم نحكي أكثر عن آخر الحملات والمشاريع اللي عم بيقوم فيها التجمع النساء الديمقراطي اللبناني الDFL مع رفقة أبو يونس ناشطة ومديرة مشروع بالتجمع، وأيضا مع رشا وزنة مسؤولة التواصل والحملات بالتجمع. صباح الخير، تحية لكم وشكرا لوجودكم معنا اليوم. أنتم من أهل البيت أصلا صرتوا. صباح النور. ميرسي لك. نحن أكيد اليوم ما رح نعرف عن التجمع النساء الديمقراطي لأنه هو بغنى عن التعريف فعلا، من عام 1976 وهو من أقدم الجمعيات النسوية بلبنان، وهو أيضا لازم نذكر أنه جمعية علمانية وأكيد بغنى عن التعريف مثل ما قلت قبل، ولكن هيك إذا بدنا نستعرض معكم شوي من عام 1976 لعام 2024 أكيد حملات ومشاريع عديدة انعملت وتغيرت، ولكن عن الأهداف شو فيكم تقولوا لنا عن الأهداف؟ هلأ نحن إذا بدنا نحكي عن التجمع من أول ما تأسس لهلأ بدنا ساعات وساعات، لأنه التجمع بشكرك على المقدمة اللي قلتيها، لأنه هو كتير عامل إشياء مهمة. بس فينا نحكي هلأ بآخر 4-5 سنين المواضيع اللي عم نشتغل عليها. هي الأهداف أبدا ما تغيرت، هي منهضة العنف عن النساء والفتيات والمساواة الجندرية والمدافعة والمناصرة عن حقوق النساء والفتيات. نحن بمراكزنا كلها عندنا نفس الأنشطة يلي منقوم فيها يلي هي بتخدم الناجيات. بهالمراكز في عنا مرشدات اجتماعيات، في عنا معالجات نفسيات، في عنا محامين، في ناس بتعمل تمكين اقتصادي بكل المراكز الموجودة عنا بنعمل هيدا الشيء. هلأ الطرق هي ذاتها موحدة، كل هدفها هي خدمة النساء والفتيات. خدماتكم فعلا ما بتتوقف، يعني هي منا محصورة بحملة أو بمشروع، خدماتكم هي على مدار السنة كلها وبكل الأيام. أكيد نحن بعدين نحن في عنا شغلة بنتميز فيها بالتجمع، نحن جماهيريين منا نخبويين، يعني بوابنا مفتوحة 365 يوم قدام النساء والفتيات. حيالله حدا عنده شيء يقدمه يفيد النساء والفتيات بنستقبله، وحيالله حدا عنده خدمة بيقدر يقدمها كمان بتخدم أهدافنا هو بيقدر يكون، وحيالله سيدي بتريد تنضم لنا للتجمع بتخضع لسلسلة لقاءات ومحاضرات وبعدين بتقدم ترشيحها وبتصير هي عضوة بالتجمع. يعني نحن بنستقبل كل العالم، كل الستات، كل الصبايا، بهمنا أنه نحن كمان يكبروا ويكونوا من قلب هالعائلة اللي هي التجمع. بالنسبة للأنشطة يلي نحن بنقدمها مثل ما قلت لك عندنا خدمة إدارة الحالة، إدارة الحالة بتجي الناجية يا أما من الخط الساخن يلي هو 7 أيام 24/24، يا أما بتجي الناجية من وراء لقاءات التوعية اللي بتصير بالمناطق. نحن بنستهدف جميع شرائح المجتمع، نشتغل مع كل العالم، مع دور الأيتام، نشتغل مع الكشاف، نشتغل بالرعاية، نشتغل مع الجمعيات، منشبك مع الجمعيات الموجودة على الأرض تنعمل لقاءات التوعية منشان نقدر نودي هالرسالة للنساء وللفتيات. بتجي السيدة بتستقبلها مديرة الحالة وبتعمل لها خطة عمل وبتتابع معها خطة العمل وبتراقب لها إياها تتوصل للأهداف تبعها، وفي حال فشلت السيدة بتنفيذ خطة العمل تبعها مديرة الحالة بترفقها وبتعدل شوي حسب ما هي السيدة بتقرر تعمل. والسيدة يلي بدها حماية المحامية بيعملوا لها إحالة لعند المحامي أو المحامية بيتابعوها. السيدة يلي بدها كمان ما بقى فيها صارت الحياة مستحيلة عم تتعرض لعنف كمان بتتساعد من قبل مجانا، كله مجانا بتتساعد من قبل هالمحاميات الموجودين عندنا بالتجمع منشان توصل لأهدافها. وفي كمان تمكين اقتصادي لأنه هلأ من وراء كورونا ومن وراء انفجار بيروت صار الوضع كتير صعب. نحن عادة كنا منفضل نكون مدافعة ومناصرة، بس لأنه الوضع هلأ صار صعب مع المدافعة والمناصرة عم نعمل التمكين الاقتصادي يلي هو
في ستات تعلموا بمنشرة كيف يعملوا كراسي من خشب، كيف يعملوا طاولات، صاروا هني عم بياخذوا التزامات مكاتب يحضروا لهم، هيدي عملناها بالشمال. عم نعمل ريسيكلاج، كل شيء بالبيت ما بينكب، هيك بنوفر على البيئة انه تنتزع الغراض وتنكب الزبالة، يعملوا منها فاز، يعملوا منها تابلو يعلقوه بالحيط، ياخذوا منها هدية. عم نعلمهم الكهرباء، صار في ستات بيعرفوا كيف يعملوا رالونج، كيف يغيروا لمبة، كيف الطاقة إذا بدهم يحطوا طاقة، شو المواصفات للطاقة تما يجيبوا الغراض وتنكب وتنتزع. يعني في تمكين اقتصادي، وفي كمان في عنا معالجات نفسيات، كل سيدة بحاجة إنه حدا يرفقها تتعالج من مشكلة معينة هي عم بتعاني منها. هالصبايا يلي هن بسيكوثيرابوت عم بيرفقوها كمان مجانا، كل خدماتنا هي مجانا. واكيد بحسب خبرتكم ومثل ما قلت ست رفقة انه اكيد عم بتحسوا في ازدياد للحالات هلا، يعني لانه البلد ما عم بيرتاح، كورونا، ازمات اقتصاديه، حرب بجنوب لبنان، يعني الحرب اثرت كثير. مزبوط يمكن ببيروت ما عم نحس فيها، بس بجنوب في حرب، يعني اكيد عم نحس فيها. ونحن وقت اللي الصبايا راحوا من عنا بلشوا يقدموا مساعدات عينيه بجنوب، كان الخط الساخن ما عم بيهدى، ليل ونهار الناس عم بتتصل. وللاسف هلا يعني بدل ما نحن نبلش نشتغل اكثر على انه الانسان يتطور وينمى، عم نشتغل على الاشياء الاساسيه اللي هي سبل العيش. يعني ثلاث ارباع الاتصالات بتجي بدون دواء، بدون مستشفى، بدون فحوصات، بدون اكل، بدون شرب، بدون قسط ولد، بدون كتب للولد. حد لا بالمدارس الرسميه في ناس بتجي بتقول يا عمي منا قادرين ندفع، منا قادرين نجيب الكتب، منا ما عم بايدوا اولادهم، عم نضطر نرجع نحن نقول لهم لا لازم تروحوا تايدوا الاولاد، لانه هيدا جهل بالنهايه بيخربنا. مظبوط. ايه زادت الاتصالات والعنف حتى زاد، والنساء هن اكثر شيء مظلومين بهيدا الوقت، لانه طبعا المراه هي بدها تهتم بالاطفال وبدها تشتغل برا، ما عم بلغي دور الرجل بس لا في اعباء كثير على النساء. يعني هي المراه لانه هي الام وهي المسؤوله عن البيت وهي اللي عم تحبل بالحرب وهي اللي عم تولد بالحرب، عم تتعرض لكل هالكوارث، قلبها على اولادها، قلبها على العائله. يعني المأساة فعلا خاصة الفتيات، يعني هلأ مع التحرش والاغتصاب، ويعني امبارح بعدها طفلة فاقدة حياتها بباص مدرسة من وراء الإهمال. مظبوط. يعني هاي قصة بالفعل انه هيك هي جريمة بتهز الضمير، يعني انه للأسف الضمائر ما عم تنهز يعني من فترة لهلأ. يعني ما بعرف انا نحن بمجتمعاتنا قدي بدنا نزيد لقاءات التوعية تالعالم تنتبه، ما بعرف يعني، لأنه صارت الناس هلأ رايحة بترند، ما بعرف شيء مش مزبوط. يعني ما بقى القيم الفالور اللي كنا نحن نتغنى فيها وتربينا عليها وربينا أولادنا عليها، بتحسي أنه هلأ في ناس كتير ما عدت عم تهتم لها. منشان هيك نحن بدنا نرجع نركز على الأدوار، بدنا نرجع نركز على التربية السليمة، على العائلة. بدنا العائلة تضل ملمومة، إذا في شخص من هالعائلة عنده مشاكل يتساعد يتخطى المشاكل، تضل العائلة ملمومة على بعضها. صح. من فترة نظمت حدث هو حول إطلاق الدراسة الوطنية حول تزويج الطفلات والأطفال بلبنان ضمن حملة مش قبل 18، هالحملة اللي دايما نحن وراها بحضور عدد من الإعلاميين والناشطين وبحضور جمعيات نسوية لبنانية وعالمية وصناع قرار ونواب ونائبات أيضا، فخبرونا كيف كان مجريات هالحدث؟ نحن ضمن حملة مش قبل 18 كتجمع نسائي قلنا سنين من ناصر لإنهاء مأساة الطفلات والأطفال من خلال تزويجهم بعمر تحت سنة 18، ولحتى تكون الدولة اللبنانية عم تتحمل مسؤولية تجاه أطفالها وطفلاتها، خاصة أنه هي ماضية على اتفاقية حقوق الطفل وعلى غير معاهدات دولية بتحتم عليها تكون عم تعمل هيدا الدور. نحن بالتجمع النسائي حملتنا بلشت من 2016 وتزامنت مع تقديم مقترح قانون لتحديد سن الزواج على الأراضي اللبنانية، وبعد كل هالسنين من وقت 2016 آخر دراسة طلعت حول هيدا الموضوع
كانت من اليونيسف بال 2016، ولوقتها ما في ولا دراسه كانت وطنيه بتحكي عن هذا الموضوع. نحن بالتجمع النسائي ارتقينا انه نطلع بداتا جديده واحصاءات جديده حول هذا الموضوع بكافه المحافظات اللبنانيه. انعملت الدراسه على 1300 عينه على كل لبنان، واخذت ركزت بالسياق الاكبر على اللبنانيين واللبنانيات، وكمان الجزء الثاني منها ركز على المجتمع اللاجئ بلبنان لحتى نقدر نحصي تأثير كل الأزمات اللي مرقنا فيها، والأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وانفجار بيروت كيف أثرت على هذا الموضوع. وطلعت أرقام جدا مقلقة على الصعيد الوطني بما يتعلق بتزويج الأطفال. يعني نحن كنا بال 2016 عم نحكي عن نسبة 6%، هلأ عم نحكي عن نسبة 20% من المجيبين والمجيبات تم تزويجهم دون سن 18 وموزعين على كافة المحافظات. وبالوقت اللي كان في حكي عن انه نحن كلبنانيين ولبنانيات لا ما عنا هيدي الممارسه، بين بالدراسه انه عندك على تقسيم الجنسيات من ضمن ال 20% عم تحكي 45% من الجنسيه السوريه ليها دغري 36% من الجنسيه اللبنانيه، ومن بعدها 20% الجنسيه الفلسطينيه. فلبنانيين ولبنانيات منن بهيدي الممارسه بادنى النسب مثل ما كان عم بيتم الترويج له. وبين انه يعني نسبة كبيرة من اللبنانيين واللبنانيات بيرفضوا تزويج الأفراد دون سن 18، عم نحكي ب 76%. كمان من الأرقام المقلقة لأنه ربطناها كمان بالتسرب المدرسي للفتيات وأزمة القطاع التعليمي كيف عم بتأثر على هذا الموضوع. 26% من ال 1300 عينة هن أطفال خارج البرامج التعليمية، والنسبة الأكبر منهم هي فتيات. ما أصلا عم نشوف رشا يعني من الاغتصاب والتحرش بالمدارس اللي هلا عم بيطلع أكثر على العلم. صحيح، واكيد الازمه الاقتصاديه لها تاثير بانه كثير من العائلات ما عم يقدروا يحطوا فتياتهم بالمدرسه، وبالتالي عم بيتم تزويج هؤلاء الفتيات او عم بيتم تزويجهم بسبب الوضع الاقتصادي. يعني حتى شفنا انه 40% من المجيبين والمجيبات قالوا انه هن زوجوا اطفالهم لاسباب ماديه، بما انه الزوج بصير هو مسؤول عن الفتاه ماديا، فاعتبروا انه هن بيرتاحوا شوي من هذا العبء، وهي نسبه جدا كمان كبيره. عملنا هيدا الاطلاق ضمن حمله مش قبل 18 وضمن جهود المناصره اللي نحن هلا بعدنا عم نتابعها منذ سنوات ولهلا ورح نستمر فيها تنوصل لاقرار هيدا القانون، واللي تزامنت كمان مع توعيه عملناها وحملات اعلاميه، وقدرنا من خلالها نخلق راي عام مناهض لهذا الموضوع اعلامي ومن ناشطين وناشطات كمان، اضافه الى التحالف الوطني اللي هو هلا صار 63 جمعيه محليه ودوليه عم تدفع نحو اقرار هذا القانون. بخلال الاطلاق كمان مثل ما ذكرتي كان في حضور كبير اعلامي ومن ناشطين وناشطات صناع قرار. من بعد ما تم عرض نتائج الدراسة أخذنا تعهد من النائب جورج عقاسي اللي هو كمان تبنى القانون، ومعه النائب أنطوان حبشي، بأنه هن من بعد ما أقرته لجنة حقوق الإنسان بأيلول 2023 يكونوا عم يتابعوا ويطلبوا خطيا بأنه يتحول دغري على اللجان المشتركة وما يتم تداوله بين لجنة وأخرى لحتى نسرع المسار التشريعي لهذا الموضوع ونقدر نوصل لنتيجة أفضل تقدر تحمي طفلاتنا وأطفالنا من هالممارسة إن شاء الله، لأنه مش مسموح عن جد نكون بعدنا عايشين ببلد يعني ما فيه احترام لأدنى حقوق الإنسان. لأنه إذا منسافر على حيلا بلد إن كان البلدان العربية أو البلدان العالم كله يعني ما في هيك تعديات على طفله بعدها عم تنجبر انه تتجوز وهي منا عارفه، يعني هي بعد منا مكتشفه حالها اصلا جسديا ولا نفسيا ولا شيء مستعده لهيدا الشيء، وبالعكس عم يعمل نتائج سلبيه مش بس على صحه الطفله. يعني نحن من خلال تعطينا مع الناجيات بتم تزويجها عمر 13 ترجع مطلقه بعمر 17 مع ولد ولدين، فهي يعني دائرة الفقر عم بتزيد، وبالتالي تأثيرها حيكون سلبي كمان على المدى البعيد على الدولة ككل وعلى المجتمع ككل. صح. طبعا فنحن يعني هيدي الدراسة طلعنا فيها وهيدي الداتا طلعنا فيها هاي الأرقام تنقدر كمان نواجه فيها صناع القرار، إن نحن عم نحكي مع أدلة مع إثباتات مع أرقام وطنية عم تظهر قديه هيدي الممارسة عم بتزيد نسبتها وما عم بتقل
بسبب تجاهل التجاهل المعنيين يلي هن عم يتجاهلوا اصلا قضايا النساء بشكل عام، واي قانون عم يتقدم تيحمي النساء عم بينحط مش بسلم الاولويات، يعني على طول عم يندفشوا لورا انه قضايا النساء مش وقتها وعندنا مشاكل معشيه بالوقت اللي هي الحقوق لا تجزأ، وقضايا النساء هي بمقدمه هيدي الحقوق لنقدر نكون عم نتقدم بمجتمعاتنا، وعلى راسها كمان نكون عم نهتم باطفالنا وطفلاتنا. صح. يعطيكم ألف عافية فعلا، يعني مشوار طويل عم وجهاد ونضال عم تقوموا فيه، وإن شاء الله أنه هالقرار يعني بأسرع وقت يكون له تفعيل، لأنه خلص يعني من 2016 لهلأ يعني خلص حله، ومفروض هالقرار انه يكون عم بينعطى حقه، ومفروض قضايا النساء تكون اولويه لانه المراه هي المجتمع كله. اكيد اكيد، هي مش نصف المجتمع، هي المجتمع ككل. انا بدي اقول انه ما بيضيع حق ورا مطالب. صح. ونحن عم نطالب ورح نضل نطالب. نعم. مثل ما انه ما بيحق له الاطفال يسوقوا سياره ولا يفوتوا نقابات ولا يعملوا اي شيء، كمان ما بحق لهم يربوا عيال، وهو هذا الظلم مش بس على الفتيات، على الانثى وعلى الذكر بذات الوقت. صحيح صحيح، وبدمر العائله وبدمر المجتمع لبعدين على المدى البعيد، يعني تاثيره متعدد الجوانب. صح صح. اليوم بحسب عملكم وخبرتكم مع النساء، شو الحالات اللي عم تجي حاليا، وشو الحاجات، شو هي الحاجات اكثر؟ سبق وقلت لك عزيزتي اكثر الحاجات اللي عم تجي هي سبل العيش. نعم. يعني من طبابة، من إدوية، من استشفاء، من أكل، من شرب، أجار بيوت، حتى في ناس عندها مشاكل بأجار البيوت، وكمان في حالات هي يلي العنف، يعني وقت اللي بيكون المعنف بالبيت، أيام بيكون البي، أيام بيكون الخي، أيام بيكون الرجل. نعم. يعني النساء عم تتعرض لجميع أنواع العنف، يعني مش بس الزوج وحده عم بيعنف. نحن بمجتمع لازم خلص بقى نعرف أنه المرأة والرجل هن متساويين وبدون يمشوا مع بعضهم. نحن كنا تقدمنا، بس هلأ عم نرجع لورا، عم بتزيد الاتصالات كتير، في اتصالات يعني كأنه مجتمعنا اكل شي ضربة على راسه ورجع لورا من وراء الضغط ومن وراء الأزمات. ايه، وبتلاقيهم انه ما مركزين، يعني وكل هالضغط عم بيجي على الام، كل الضغط عم بيجي على النساء. نعم. منشان هيك يعني بدنا لقاءات توعية، بدنا توجيه، بدنا قوانين تحمي. كمان اهم شيء القوانين، لانه وقت يكون في سلطة ورقابة ما حدا فيه يتخطى، يعني وقتها نعرف انه في سلطه ورانا، في حدا عم بيراقبنا، في حدا عم بحسبنا، ما بيعود في تخطي، بصير في التزام. صح. هلا نحن بالجمعيه عم نتعب جهدنا نعمل علاج نفسي، عم نتعب جهدنا نحط خطه عمل ونرافقهم تا ينفذوها، عم نرافق العائلات يلي عم بمروا بصعوبات بالعلاقه بين بعضهم، يعني عم نعمل وساطه، عم نجرب نعمل وساطه. بس قد ما تشتغلي انه كمان بده يكون يبقى الواقع، وبدك قانون يحمي. وقت اللي الواحد بيعرف انا بدي انوجع، بدي انحبس، بدي ادفع غرامه، بصير يعمل الف حساب. صح. صح معك حق. اليوم لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا وبعضهم ما بيعرفوا كيف فيهم يتابعوا الار دي اف ال، وكيف فيهم اكيد يتواصلوا معكم؟ احنا في الخط الساخن مثل ما ذكرت رفقه، مفتوح 24/7، محطوط على كافه صفحاتنا ار دي اف ال وومن، موجودين نحن على اكس وعلى انستغرام وعلى فيسبوك، والخط الساخن مفتوح لجميع النساء، او في حال اي شخص بده عم تتعرض لعنف او عم تشهد على حاله عنف حابة تكون عم تبلغ عنها، ممكن يتواصل معنا على الخط الساخن، ونحن كتجمع على السمع كل ايام الاسبوع. ما في شك بهذا الشيء. يعطيكم الف الف عافيه. شو بتحبوا اليوم توجهوا رساله اخيره لكل طفله، لكل صبيه، لكل امراه عم تتعرض لأذى ولتعنيف أي نوع كان؟ أنا من خلال خبرتي مع هالستات والصبايا بدي أقول لهم الخوف هو العدو الأول. ما تخافوا، ما تخافوا، أنتوا إلكم حقوق، طالبوا بحقوقكم، وإذا منكم قادرين تاخدوا حقكم في أصحاب اختصاص الجأوا لألهم مشان تاخدوا حقوقكم. لا. وتخطوا الخوف، لأنه الخوف بكبلكم. صح
صحيح. يعني يعطيكم ألف عافية، شكرا لكل الجهود اللي عم تقوموا فيها فعلا على مدار كل السنة. تحية لكل أعضاء التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، تحية لكم فردا فردا، وإن شاء الله أنه فعلا كل هالجهود اللي عم تقوموا فيها ما تروح ضيعان، وتقدروا توصلوا للأهداف اللي أنتم حاطينها، لأنه بوجودكم عن جد نساء لبنان بألف خير، ورح تضلها بإذن الله بوجود أشخاص مثلكم بألف خير. شكرا لكم. شكرا رشا وزني، وأيضا رفقة بيونس، شكرا. مرسي لك ومرسي لاستضافتكم، ولا أنتم كمان لكم أكبر دور بنشر الوعي، بنشكركم. شكرا مشاهدينا، نحن رح نتوقف لبريك صغير، بنرجع منتابع مع آخر فقرة لنا، ما تروحوا لمحل وخليكم عم بتتابعوا مريم تيليه.